في مدينة الناظور وسورتو في مقر العمل ديالنا هنا الكائن المشاريع الجيش الملكي. استهدفنا عدة مرات من طرف اللصوص. مؤخرا هناك نجارنا اللي فوق منا استهدف مرتين، قاموا بالدخول الى مقر العمل ديالو وقاموا بسرقة عدة اجهزة طبية، وكذلك استهدفت السيدة التي توجد في الطابق السفلي، ومؤخرا استهدفت الجارة الموجودة في الطابق الثالث، وهذا يعني في ظرف ما كاملش 3 شهور بين كل مرة. ولهذا حنا كنناشدوا السلطات المحلية من اجل وجود حل لهذه الظاهرة، لاننا ولينا كنشتغلوا في ظروف غير امنه، كنحسوا براسنا اننا كنشتغلوا ما كنعرفوش واش اللي كيجينا، واش مريض ولا يعني انسان جاي بهدف اخر. ولهذا كنطالبوا من السلطات ومن المسؤولين يحاولوا ما امكن. حنا كنديروا من جهدنا، كنحاولوا نديروا حراس ليليين، واخا هكاك هذا المشكل كيتفاقم علينا، وسورتو عندنا حنا في هذا شارع جيش ملكي وهذه الناحيه ديالنا. تلقاو خاص ديال الوصوص 100% ستير تاع السكور. تلقاو يعني وراه مش وجود ديال شي شيء. وديجا تغيب على العيا تاع دكتور جيسوبي. والعمارة تغرب دام مشات قال قدام السيد فات ولا شي قال الاخوان. اخو ربدا تواصل مع السويد يعني. روح ديك العالم. وي ديك العالم. وقعت لي سرقه في هذا المحل، هذه واحد العمل جاو حلوا الباب وقلبوا لي العياده، وخذوا لي واحد المجموعه نتاع الدراهم. هنا كانت عندي واحد 1000 درهم، وداو لي شي آلة بسيطه نتاع العمل. هادشي يعني ما تشدو هاد الناس؟ لا، هاد الناس كنا درنا بهم الاخبار وشي درنا التقرير عند الشرطه، لكن حتى الساعه مازال ما لقاوهمش. كنشوفو غير بان هاد العماره ديما مستدفى، يعني شنو هو المشكل يعني ديما هاد العماره مستدفى؟ لان هادي واقيلا ما عرفتش، يمكن هادي تا مرات هاد العماره كتستهدف، يمكن حيت ما عرفتش يعني ما السؤال مطروح، ولكن ما عرفتش انا علاش هذه العماره مسالفه بالضبط. البواب ما عندكمش؟ البواب ما كاينش فعلا، البواب ما كاينش، ويمكن شي حد اللي عارف لان الاساس ما كاينش هو اللي تيخليها لنا ما تشجع يجي، وربما الشخص اللي كان جا لهنا هو اللي كيرجع كل وقت كيرجع لهذه العماره هذه. وغالبا كيفاش كنسمعوا بان الاستهداف كيكون في واضح النهار. في الغالب بعدا انا يعني شخصيا كان وقع لي في واضح النهار يعني، ولكن كان يمكن كان بالاحد، كان بالاحد كان في النهار، لان في الليل كتكون الباب كتكون مطلقه مدلعه الباب.